كفي سوارة، انت مالك اي حق تدخلي باي شيء بخصائلتنا. لاكشي لاكشي رح تضل هون. ايه ايه سنسكار، بس انت كمان مالك حق انك تفرض على شخص غريب انه يضل عندك هون. لو سمحت استاذ انت فيك تروح، مانك مضطر تضل وانت ما بدك هالشي هاد. لا لاكشي ماشي. لا لاكشي خلي راجيني. لاكشي لاكشي لا تروح. راجيني لاكشي مره. لاكشي خلاص. لاكشي لاكشي لا تروح. لاكشي سوارة انت ليش خليتي يروح؟ انت مصدق انه هو ماله لاكشي؟ هذا لاكشي، انا متاكد من هذا الشيء. كيف بتخليه يروح بهي السهوله؟ نحن تعبنا لحتى نلاقيه. هذا كان لاكشي سوارة، وانا متاكده، انا قلبي هيك عم يقول لي. وهذا كان لاكشي وانت اللي خليتيه يروح سوارة. بس فهميني انت كيف بتشكي بالحكي اللي انا عم بحكي؟ لاكشي أنا متأكدة. وأنا بعرف كمان راجي، يعني تخيلي إني ما رح أعرف لاكشي. من أول لحظة شفته فيه عرفت إنه هو لاكشي. أنا ما عم شك فيكي، لكن ليش خليتي يروح إذا متأكدة من هالشي؟ ليش؟ لك نحن ما صدقنا لقيناه. إيه سوارة، لكن ليش أصريتي لحتى يروح ونحن كلنا متأكدين؟ بابا بس كمان هو ما كان يقبل يحكي الحقيقة، هو كان أصلاً عم ينكر إنه هو لاكشي. وانت شو مفكرة حالك يعني؟ فيكي تفهميني ليش عملتي كل هاي الحركة؟ سنسكار أنا كان لازم أعمل هيك، لأنه أنا كنت عم راقب كل حركة كان عم يعملها. لو أنت راقبته منيح كنت عرفت ليش أنا هيك عملت. لاكشي كل الوقت ما كان قادر يحط عينه بعيننا أبداً. تذكر منيح إنه كل ما حاولنا نحكي معه ونقله إنه أنت من هالعيلة كان يحط عينه بالأرض وما يطلع فينا. لو هو عرفان إنه هو مانو لاكشي ما كان تأثر بأي كلمة، كان راح من أول لحظة وما سمع ولا كلمة. بس سنسكار ما قدر يمشي فورا، وهو لو كان بإيده ما كان راح من هون أبدا. شو؟ كيف؟ شو عرفك بهالشي؟ راجيني أنا انتبهت وقت طلع من هون شو عمل. مبين انه الشيء اللي عمله كان صعب كتير عليه، واضح انه هو ملتزم بشيء معين. طيب شو لازم نعمل؟ معقول لاكشي هلا متزوج هديك المرة بس مشان هديك البنت الصغيرة تعتبره ابوها؟ اللي عم تحكي كله كذب، هو بيكون بابا. راجيني نحن لازم ندور على السبب، نحن لازم نعرف بأقرب وقت ليش لاكشي عم يعمل هيك. بتمنى انه ما يكون عم يعمل هيك لانه هو في خطر على حياته. يا قدير تحميلي لاكشي، بتمنى ما يكون علي خطر ابدا. طيب هلا شو لازم نعمل نحن سوارة؟ راجيني راجيني لاكشي لساته عايش وهو منيح كمان، صح انه هو بعيد عنا بس هو منيح. ومن بعد هلا ما لازم تاكلي هم، أنا هون جنبك وما رح أتركك. وأنا رح أقعدك راجيني، إنه لاكشي رح يرجع وبوقت قريب كتير حتكونوا مع بعضكم. ورح نضل مع بعض ليرجع لاكشي على البيت وترجع الحياة مثل ما كانت. وأنا رح أوعدك كمان راجيني، أنا رح أكون معك. وأنا متأكد بوقت قريب إنه لاكشي رح يرجع لحياتنا من جديد.
أنا عندي كتير ثقة كبيرة فيكم، وهالمرة رح نكون مع بعض لحتى نقدر نجتمع من جديد. بابا هذا ما نسوء فهم أبدا، هذا لكشي. سوارة، نحن كيف بدنا نقدر نثبت هالشي؟ كيف بدنا نقدر نقنع لكشي بحقيقته؟ بس قولي لي كيف. أنا بظن أنه لازم نلاقي حل جذري وبسرعة. اسمعني شوي، خلص أنت لا تاكل هم الموضوع أبدا، أنا رح حله بطريقتي. سوارة، أنت كيف رح تقدري لحالك؟ أي ماما، أنا رح أعمل كل شي صدقيني. بس هذا الموضوع خطير كتير، وإذا صار أي غلط ما رح يصير شي غلط أبدا. بوعدك سوارة، انت ليه مصرة تعملي كل شي لحالك من دوننا؟ يعني انا لو عارفانة شو رح اعمل هلأ بالضبط كنت قلت لكم. بعدين انا مو عارفانة شو المشاكل اللي ممكن تواجهنا بهالقصة. المهم هلأ انت دير بالك على راجيني، لانه راجيني بحاجتك هلأ. بعدين بابا راح ما بعرف لوين وتركني. بس يا ماما، في شغلة وحدة أنا ما فهمتها أبداً، هديك البنت اللي نحنا شفناها هنيك في عندها صور إلا ولا بابا مع بعضهم. كمان في وحدة تانية قالت لي شغلة، قالت لي إنه هي أمه لبابا، وكمان هدوك الناس كلياتهم اللي شفناهم بالسوق مبارح إجوا اليوم كمان. بتعرفي شو قالوا لي ماما؟ قالوا لي إنه هني رح يساعدوني لحتى لاقي بابا. قالي لي ماما، أنت شو رأيك بكل الحكي اللي قالوه؟ روقي مانشي، ما صار شي مهم. قومي هلأ اشربي الحليب قبل ما يبرد. ميشكا، يلا اقنعي ماما هلأ مشان تشرب الحليب. ايه ماما، يلا اشربي الحليب كله. عن جد كتير منيح اللي نحنا خلصنا، يعني كان في سوء تفاهم وبظن نحل، لأنه تعبنا من هالقصة بما فيه الكفاية. تعرف شو اللي عم تحاول تعمله؟ إذا بيرجع بيصير شي غلط أنا بموت عن جد. لا ماما، لا تقولي هالحكي. أنا بعرف إنه أنت تعبتي كتير بالشهور الماضية وإنه ما عاد فيكي تتحملي. ماما، بابا، ديروا بالكن على راجيني، بعرف إنها قوية وما ضل علينا كتير. ألو؟ سوارة، أنا واقف برا وحابب أحكي معك. ماشي، هذا كله حكي فاضي. أنا ما رح روح لمحل. أنتو حياتي كلها وأنا ما بقدر أتخلى عنكم وأمشي هيك. سوارة، بدي اياك تخبريني كل شي بتعرفي عن لاكشي، قصدي يعني عن هداك الشاب. انا لازم اعرف كل شي عن عيلته وعن شغله وعن اي شي تاني. بس اذا مفكر تخبر الشرطة هيك رح تعمل له مشاكل، وهالطريقة غلط، لانه هو مفكر حاله كتير مستقر بحياته الحالية وما بده اي مشاكل من اي نوع. رح حل الموضوع بطريقتي. سوارة، انت بتعرفي اني انا وعدت راجيني وقف جنبها. ايه سنسكار، بس انت ما بتقدر تساعدني بشي. ليش ما بقدر؟ سنسكار بترجاك حاول تفهمني شوي. بظن بيكون احسن اذا بحل هذا الموضوع لحالي بدون مساعدة من حدا منكم. شرميزة شبك، ليش ساكتة كل هيك؟ اذا قلقاني على سوارة دقيلة شبك. ما بعرف، رح دقلها. شكلها نسياني تليفونها. هون تعرفي سوارة؟ سنسكار، لا تضغط علي كتير. كيف بدك يانا نساعد بعض ونشتغل على هالقصة إذا مو قدران تفهمني؟ بس مو مشكلة، بظن حنعاني مشاكل كتير إذا نحنا اشتغلنا سوا. فهمني،
لأنه الموضوع خلص ما أنا متحمل أكتر من هيك. لو سمحت سانسكار، حتى راجيني ما بتعرف شو عم بشتغل. خلص سانسكار تركني لحالي. طيب بتعرفي سوارة، أنا برأيي لا تتعبي حالك بهذا الحكي. أنا هون لأسمع كل شيء وما رح أقبل أعذار. اسمعني، قلت لك ما رح خبرك بشي أبدا ورح ساوي كل شيء لحالي. لهيك أنت اللي لا تتعب حالك بالحكي. شو سوارة؟ مالك حاسة شو عم يصير؟ بشو كنتي شاردة؟ ما صار شي. شكرا. لو أي واحد تاني كان محلي كان رح يعمل نفس الشي. ولو أي واحد تاني عمل اللي أنت عملته هلأ كنت رح أقول له شكرا كمان. عم نستنى هذا الشاب لأنه ما رح نقدر ننفذ شيء وهو هون. ما كنا حاسبين حساب يطلع قدامنا. ليش؟ تصرفوا بسرعة. ايه ماشي، نحن رح نضل نحاول مرة تانية. طيب هاي فرصتك الأخيرة، انتبه، ما بعطي فرص كتير. ايه ماشي. لا تحاكيني قبل ما تتم هاي العملية. تعي أنا رح وصلك. لا سانسكار، بسيطة، ما في داعي، شكرا. أنت ليش هيك عنيدة؟ أنا مو عنيدة سانسكار، أنا خايفة لأنه أي شي رح نكون فيه أنا وياك مع بعض رح يأذينا اتنيناتنا كتير. أنا عن جد تعبت من المشاكل، فهمتني سانسكار؟ فهمت ليش هيك؟ لأنه هاد طريقنا ونحن لازم نمشي. هذا الطريق انت ما رح تعرفي تمشي لحالك. وهلأ صار فيك تروحي بعد ما اطمنت عليك. يا ريتك فكرت شوي قبل ما تعمل اللي عملته سانسكار.
خدي. شبك سوارة؟ ليش ما عم تنتبهي؟ انت لازم تديري بالك على حالك. ايه بس انا انت كيف عرفت؟ انا وقفت على الشباك ومن هنيك شفت سيارة اللي كانت رح تطرقك لو ما سانسكار انقذك منها. يعني لولا سانسكار كنتي هلأ بالمشفى. سوارة، انت واثقة انه هذا الشاب لاكشي؟ قصدي هديك السيارة اللي كانت رح تطرقك بينت كأنها مقصودة، يعني كأنه في حدا متعمد انه يأذيكي انت سوارة. شو؟ يعني قصدك هذا الشيء ممكن يكون له علاقة بلاكشي؟ ايه سوارة، يعني هلأ نحن لازم نتوقع كل شيء من هذا الشاب، يعني لازم نكون حذرين كتير لأنه الشاب مو مقتنع انه هو لاكشي، ومن هلأ لنقدر نقنعه بهالشيء لازم نتوقع منه يعمل أي شيء لحتى يحمي حاله. سوارة اسمعيني، أنت بحاجة حدا يوقف معك بهي اللحظة. إذا أنت ما بدك سنسكار يكون معك، أنا جاهز لكل شيء. سوارة فكري منيح، لا تعطي جواب متسرع أبداً قبل ما تدرسي. أنا شايف أنه في خطر كتير كبير عليكي. خلص روق، اهدى شوي، كأنه أنت رحت بخيالك لبعيد كتير. ما لا بس عم تشوف أفلامي كتير. بس أنا خلص روق هلأ، أنا منيحة كتير. المهم ما تخاف، يعني اللي أنت قلته احتمال كتير ضعيف بالنسبة إلي، فهمت؟ أنا شايفة أنه هذا الشيء صار معي اليوم لأنه أنا ما كنت مركزة بنوب وأنا ماشي، يعني ما بظن أنه في أي حدا عم بيحاول يقتلني. ايه سوارة، بس انت الشي اللي عم تعمليه. خلص لو سمحت، انا ما بدي حدا يتدخل بالشي اللي عم بعمله ابدا، لانه انا عن جد مو حابه ورطكم بالمشاكل اكثر من هيك. مو مضطرين نعرض حياتكم للخطر بنوم. لهيك رح اعمل كل شي لحالي. رح صير الخطر بذاته سوارة، خليكي انتي عم تشتغلي بخطتك وانا كمان رح اعرف اشتغل. حادث؟ سوارة اللي بسرعة صار لك شيء؟ راجيني اهدي، أنا منيحة كتير، بس في شيء تاني، السيارة كانت قصدتني. راجيني شو؟ شو عم تقولي سوارة؟ راجيني لأنه أنا شفت بعيوني. خبرته انه كان حادث، بس هو ما كان هيك. عم قلك شفت بعيوني، ما في حدا بالدنيا بعد ما يعمل حادث بيوقف على جنب وبيحكي على التليفون كأنه عم يخبر شي. راجيني هذا هو رقم السيارة، انتي لازم تروحي بكرة وتعرفي لمين هي السيارة، ضروري كتير. طيب أنا لازم أعرف إذا لك شيء له علاقة بالموضوع. سوارة أنت شايفة إنه لك شيء له علاقة بكل شيء عم بيصير معنا؟ بصراحة نيكال هو اللي نبهني لهالشيء، بس أنا عملت حالي مو مصدقته لأني مو حابة يتورط بهي القصة كمان. سوارة ليش ليكون لك شيء له علاقة بهالشيء؟ راجيني لك شيء هلأ بظرف مو منيح، ونحن اللي لازم نطالعه منه. هلأ صارت كل عائلتنا بيعرفوا حقيقة لكشي وشو الظرف اللي عم يمر فيه، وهي خطوة منيحة لأنه هو هلأ بحاجتنا وبحاجة عائلته جنبه كمان.
أكيد هو علقان بمصيبة كبيرة كتير. سوارة، أنا مو خايفة على لاكشي، بس لاكشي بعرف ظروفه والمشكلة اللي علقان فيها، بس أنا خايفة عليك أنت سوارة. سوارة خليني أنا جنبك، لا حتى ساعدك. سوارة سوارة راجيني وثقي فيني وتركيني أعمل هالشي لحالي. أنت بس روحي بكرة وعملي اللي قلت لك عليه، وأوعك تخبري حدا بالدنيا بخصوص هذا الشي، ماشي راجيني؟ أوكي. بس سوارة كمان نيكيل ما لازم خبره بهالشي، لأنه هو أكيد رح يساعدنا. لا راجيني لا تخبري، ما في داعي ندخله بمشاكلنا أكتر من هيك، مشان شو ما صار بعدين ما حدا يتأذى بسببنا، لأنه أنا وأنتي لازم نتحمل مسؤولية الشي اللي عم نعمله، ونيكال ما دخله. ماشي؟ راجيني لاكشي رح يرجع لعندك عن قريب كتير، وعدك رجع لك يا هو. أنا واثقة فيكي سوارة، هو أنا هلأ بوعدك كمان رح ترجع حياتك حلوة مثل ما كانت. ليكي يا سوارة، حتى إذا ما بدك ياني شارك بخطتك اليوم، أنا رح أعرف كل شي ورح ضل عم راقبك، لأني ما رح خليكي تكشفيني على حقيقتي. قد ما حاولتي ما رح تقدري. سوارة خلي هدول المصاري معك، يعني يمكن يلزمك. طيب ليكي انت بتعرفي شو لازم تعملي هلا؟ أكيد سوارة، مكتب المرور بيفتح الساعة 9، وأنا رح أوصل قبل الموعد. نيكيل؟ وبهذا الوقت؟ انت شو مفيقك من هلأ؟ انا هو رفيقي اتصل فيه وفيقني بكير، وكان عم يعزمني على عيد ميلاد، ولهيك انا صحيت. عيد ميلاد وبهذا الوقت؟ من 6 الصبح؟ عم تكذب علينا. ايه مزبوط عم كذب. انا بصراحة كنت عم اتنصت عليكم. ليكي سوارة عم تغلطي، وانتي لازم تخليني ساعدكم. انتي قلتي انه خايفة علي ولهيك خليتيني بعد عن خطتك، بس ليكي راجيني عم بتساعدك، واذا كان فيكي تخبري راجيني بكل شيء معناها قوليلي الي. نيكيل اسمع، انا اسفة بس انا ما بقدر خليك تكون جزء من الخطة، عائلتك بعتوك لهون لانه بيثقوا فينا، وكمان انت ما بتعرف كولكاتا منيح لهيك ممكن توقع بالمشاكل. انت بس خليك بعيد عن الموضوع وهيك بتكون عم تساعدنا كتير. اذا عم تعمل هالحركات بوشك وعم تحاول تتنصت، بعدك احجز لك باول طيارة راجعة على كندا. طيب ماشي خلص، ما بدي اعرف خطتك واحتفظي فيها لحالك. صار لازم امشي. ديري بالك. تفضلي. بابا عم بترجاك. طيب ماشي، أنا رح أعطيك إياها أكيد، بس بدي بوسة. ها طب الأول
طيب وافقت، خذي بوسيني. انتو شو عم تساووا هون؟ يلا تعالوا فطور جاهز. ماشي. انتبهي، انت لساتك تعبانه. يلا اللي بيشوفهم بيحسون انهم مبسوطين، يعني مستحيل حدا يشوفهم ويحس عليهم انه ما لهم عيلة. ماني عارفانه هنن شو ماسكين على لكشي. تعرف شو صار؟ خير؟ حبيبتي انتي لهلأ ما تعافيتي منيح، ما بصير تتعبي حالك وتشتغلي شغل البيت. اي مزبوط. ما بعرف بس كأنه راحت مينا، صار في خادمة جديدة. اوه منيح، وينها؟ ما تقول إلا وصلت. هاي ليك اجت. مرحبا. اهلين استاذ. بعرف هاي المرة منيح، هي شاطرة وكانت تشتغل ببيوت الجيران من سنين. لو سمحتي قليلي شو اسمك؟ تقدري تشيلي عن وشك هلا، ما في حدا غريب هون. يا قدير شو بدي اعمل؟ المشكلة إذا حكيت لك شي فورا حيعرفني من صوتي. معقول؟ شكلها من النوع المتحفز. مو مشكلة، أنا صار لازم روح وأنتم أحكوا. أيوه هلا، بس على القليلة قليلي شو اسمك؟ انتي شو اسمك؟ عارتي ديفي، ومن 3 سنين وأنا بشتغل هون. طيب خدي. اسمك عارتي ديفي. بالمناسبة بس بدي أعرف من إمتى بتشتغلي بكولكاتا؟ بشتغل هون من 3 سنين مدام. اي منيح. شكرا، ما رح انسالك هالمعروف. مدام ليكي هاي الوراق بتثبت انه شغلي نظامي. ماشي. ماما طيب ماشي، قليلي شو بدك. انا راجيني جادوديا، وبظن انه انت بتعرفه لبابا الشيخار جادوديا، ما هيك؟ ايه مزبوط. يا عمي لو سمحت بدي مساعدتك، بس بدي اعرف صاحب السياره مين بيكون وبدي اعرف عنوانه. معقول؟ بدي أعرف السبب، قولي لي بنتي. لا يا عمي. ليك يا بنتي، أنا ما بقدر أعطيكي هيك معلومات بدون سبب محدد لهالشي، عنا قوانين وأنا مستحيل أتجاوزها. يا عمي بترجاك، المشكلة إنه أنا ما بقدر أحكي لك شي، الشي الوحيد اللي بقدر قلك يا إنه زوجي مختفي ورح يصير له 6 شهور، وحتى أقدر أعرف وين مكانه هلأ. لازم أعرف صاحب السيارة وهالشي كتير ضروري. اسمعني يا عمي، ليك أنت بتعرفني وكمان بتعرف عائلتي منيح وبتعرفه للبابا من زمان، وأنت بتعرف أنه أنا مستحيل أعمل شي بيكون يخالف القانون. عمي بترجاك تساعدني، وهالمعروف ما رح أنسالك يا بي عمري. طيب بنتي بدون بكي، خلص أنا رح أتصرف بوعدك. أعطيني هاي الورقة لشوف. طيب هلأ برجع لك، ماشي؟ استنيني شوي. ما بعرف إذا سوارة بتكون عرفت شي، يعني ما بعرف شو صار معها هلأ، بس المهم
إنه نحن ما خبرنا ولا حدا، وإلا كانت رح تفشل خطتنا. إيه أستاذ، في شي؟ لا، هو بصراحة كل الموضوع إنه هي بتكون بنتي ميشكا. يا بنتي، هي الخالة آرتي. بدك تصيري تهتمي فيها من اليوم. طبعا مدام، ولو خلاص لا تاكلي هم بنوب. ماشي. يا حلوة، مين اللي عطاكي هاي اللعبة؟ هيدي من بابا. أيوة. ليكي، الظاهر إنه أبوكي بيدللك كتير، ما؟ خالته، عندك شي مشكلة؟ لا لا، أنا بس عم حاول إنه أفتح معك حديث يا بنتي. يعني بتعرفي إذا ما حكينا مع بعض ما منصير رفقات. بس أنا ما برافق الناس بهالسهولة، والموضوع بده وقت لحتى صير صدقك. إيه معك حق. حبيبتي قولي لي، أبوكي هو اللي عطاكي هذا الكتاب كمان؟ طيب قلك شغلة؟ أنا بطلة بهي اللعبة، وأنا بقدر حلها بلمح البصر. بدك تشوفي؟ بس هاي اللعبة حلها مانو سهل، ولحتى تقدر تحليها بدك وقت كتير. عن جد؟ طب هلأ شو فيني؟ قولي لي شو رأيك؟ واو خالة، عن جد أنت مو معقولة. طيب بدك تصير رفيقتي؟ بس ليك قبل هيك، انت مو لازم تحطي هيدا الشال ابدا، لانه بصراحة انا ما بقدر انه صير رفيقة لحدا وهو مخبى وشه عني كل الوقت. عن جد انت ذكية كتير يا بنت، مو معقولة. بس القصة اني رح العب معك لعبة بالاول. لازم اعرف اذا انا رح اطحش بشي لما اكون لابسة هاد الشال، ولا بقدر شوف بدون ما اشيله. عجبتك هاللعبة؟ ليكي خالتو، انتي مهضومة كتير. ايه طيب، انتي خليكي هون وانا هلأ برجع. ماشي؟ لحظة خالتي، وقفي. خالي قليلي، انتي كيف قدرتي تحلي هاللعبة بسرعة؟ خالتي عم بترجاكي تحكيلي. ميشكا؟ ميشكا؟ عارف شو؟ خالتي قدرت إنه تحلى لهاللعبة الصعبة بسرعة. أنا عن جد بعتذر منك، ما كان لازم فوت هيك من دون ما دق الباب. أنا بس كنت بدي أتفقد ميشكا إذا كانت أخذت حبوب الفيتامين تبعها أو لا. إيه طبعاً بابا، أخذتها كلها. منيح. مانشي خبرتني إنه أنت ما بتحبي إنه تحكي مع رجال غريب. لا تقلقي، مو مشكلة. يلا بنتي.
وصلت لهون. بس يا ترى راجيني قدرت تعرف شي عن هديك السيارة بالمرور ولا لا؟ نيكيل؟ شو كنت عم تلحقني لهون؟ لا لا بكفي وبدون كذب، انت من لما كنت عم تتنصت علينا ناوي انك تلحقني لهون؟ صحيح، معقول؟ لك ليش ما بدكن ياني ساعدكن؟ هاي القصة كبيرة وانتو لازم يكون معكن رجال، وهي انا هون. قلي لي شو الخطة راجيني؟ نيكيل خلاص، نحن ما بدنا مساعدة من حدا، هاي القصة بتخصنا انا وسوارة لحالنا، ما بدنا ندخل اي حدا فيها، ولو كان بدنا مساعدة كنت رح اجي وقلك. نيكيل ليك طول ما انك انت واقف معي انا ما رح اقدر احكي ولا كلمة مع الضابط، بترشاك روح. ايه عمي اطمني، عرفت شي؟ ايه بنتي عرفت كل شي، هاي اسم وعنوان صاحبها. شكرا كتير لك. اهلا وسهلا. تليفون مين عم بيرن؟ شو وينك سوارة؟ تفضلي وهلأ دورك تحليها. لا خالتي أنا ماني ذكية كتير مثلك ومستحيل أقدر حلها بدقيقتين. لا بنتي هدي على مهلك، خليكي هون وأنا رايحة أجيب لك مي وأرجع. لحظة، هاد موبايلها لأرتي، قلت لها ما تترك أغراضها بالصالون بس شكلها نسيت والتهت مع ميشكا. أرتي يا قدير، هلا اذا بترد على الموبايل رح تفشل الخطة كلياتها، انا لازم اوقفها باي طريقة. تليفوني. عرتي وين كنتي انتي لهلا؟ لي ساعة مناديلك. انا اسفة كتير مدام، بس كنت بالغرفة الصغيرة وما انتبهت انك ناديتيني. معقول معك هاد الموبايل الغالي؟ أنا شو بدي قلك، لقلك الجماعة اللي كنت أشتغل عندهم من قبل كانوا كتير كرمة وعطوني هذا الهاتف إلي مكافأة لأنهم حبوني كتير. عن إذنك دقيقة. أهلين أهلين، هي أختي، أختي عم تتصل فيني، أنا اسمي آرتي وهي اسمها جودي. ماشي راجيني، أنا ما نبهت عليك لا تحكي معي على تليفون، أنا بحكيكي بسرعة، قولي شو بدك مني. لك ايه بعرف سوارة، بس الموضوع كتير مهم ولازم احكيكي فورا. يلا يلا قولي بسرعة. شوفي سوارة اسمعيني منيح، انا قدرت لاقي عنوان صاحب السيارة اللي حاولت انه تضربك مبارح. اعطيني العنوان. حديقة والس بناء رقم 4. شو؟ بس راجيني أنا هلأ بنفس العنوان؟ بالضبط سوارة، شكك كان بمحله لأنه في شخص كان ناوي يضربك بسيارة عن قصد، وهذا الشخص بيكون قريب من لك شي. راجيني راجيني هو قدامي هلأ، شوف هير السيارة وهو راكب نفس السيارة ولابس لباس السائق الرسمي كمان. شو؟ شو رح نعمل؟ عادي لا تاكلي هم شي راجيني، انا رح ضل هون هلا ورح دبر الموضوع كله. بتعرفي شغله راجيني، انا صرت رفيقة البنت الصغيرة كتير، انت بس استني وشوفي كيف رح اقدر اعرف حقيقة لك شي عن قريب كتير. بس سوارة هلا لو سمحتي ديري بالك. خلص هلا
هلا انت انفضحتي قدامي. ما في فائدة إني ضلني راقب راجيني أبداً. ما عم أقدر وصل لشي وما قدرت أسمع شي وهي عم تحكي على التليفون كمان. أنا لازم جيب الورقة هي نفسها اللي جابتها من الضابط. شباك مو منتبه قدامك؟ يا أخي وهلا راحت. عم قلك هاتي. قلتلك هاتي التليفون لشوف. يعني معك تليفون هيك غالي وكلامك اللي مو مفهوم. أنا شاكة بكل القصة اللي حكيتيها وأنا هلأ بدي أعرف مع مين حكيتي. هاتي التليفون لشوف. إيه مدام، بس المشكلة بطارية الموبايل خلصت وأنا عم بحكي فيه وأنا رح روح هلأ أشحنه وفوراً برجع بعطيكي إياه. اسمعي يلا وقفي هالتمثيلية، هاتي الموبايل بدي شوفه. عطيها الموبايل ولا تزعليها منك أبداً. تحياتي مدام، بتمنى ما تكون عم تزعجك. مين هاد؟ مدام قال لي انه بيعرفها لآرتي وجاي لعندها. لا 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 ابدا مدام، انا ما بعرف هاد الزلمه ابدا ومين بيكون اصلا. شو هاد؟ شو الحكي اللي عم تحكيه هاد؟ مين انت؟ انا لك متمني لو طرشت ما سمعت الحكي اللي حكيتيه. في وحدة هيك بالعالم بتحكي عن زوجها بهي الطريقة؟ وانت شو جابك لهون؟ يعني انت هلا جاي عم تسأليني ما هيك؟ يعني ما بتعرفي انه رح ضل وراكي للاقيكي؟ شو معقول نسيتي اني زوجك وجاسوس كمان؟ ومو من عادتي بنوب اترك مرتي من دون ما اتدخل فيها. انا اسف كثير يا مدام، بس مرتي زعلانة مني شوي ولهيك انا جيت لحتى اعطيها. وأكيد هلأ هي رح ترضى مني كرمالك. تركني ما بدي أسمع منك ولا كلمة، يلا روح من هون. أنا برأيي أحسن إذا طلعتوا أنتوا الاثنين وحليتوا الخناقة برا البيت. شكراً كتير إلك سيد مهيشواري، أنت خربت لي كل شيء كنت عم خطط له. خدي هاي شنطتك وطلعي لبرا. لا بترجعكي انت، تعال طلع على برا. ما بدي اطلع من هون. لا اكيد المدام عم تمزح معك، لانه المدام مستحيل تعمل هيك شغله. نحن رح نعمل اللي بدك اياه ونساعدك بكل شيء بتطلبيه منا. مدام سامحيني اذا بدك. خلدو ارتي انت لوين رايحه هلا؟ مشكا تعالي يلا. بس لو سمحتي خالتو لا تروحي، لانه مين بده يعلمني العب بالمكعبات اذا رحتي؟ بنتي انا رح اعلمك خلص تعالي. لا ماما انت ما بتعرفي، هي علمتني اياها بوقت قصير. مشكا لا تكوني عنيده، يلا تعالي نفوت سوا. لا ماما. بس مين هاد الزلمه؟ لا تخليني اعصب هلا تعالي. مانشي اذا ماشي كحبتها للبنت خليها تضل. بس مين هاد؟ بيكون زوجها لآرتي.
مرحبا، تحياتي يا أستاذ، أنا مستعد أشتغل من دون مصاري، أي شغل بدك تعطيني إياه بعمله، بس لا تلعوني، أنا ما بقدر أعيش من دون مرتي، بموت إذا بعدت عنها، بموت إذا تركتها، لا تلعني، أنا ما فيني بعد عنها أبدا، هي كل حياتي، بترجاك يا أستاذ بترجاك. بابا لو سمحت لا تقلعه، هو كتير بيضحك، أنا رح أنبسط كتير إذا كنت عم ألعب معه، خليه هون لو سمحت، لو سمحت بابا ترجاك. اتفقنا، أنا مستعد أعمل أي شيء أميرتي بتقلي إياه. أنتوا الاثنين فيكم تضلوا عم تشتغلوا. شكراً بابا. بس أنت فهمني، شو بدها تعمل عنا؟ نحن ما عنا شغل أصلاً بالبيت. أنا بقدر بطبخ، أنا بحب ساعد مرتي بشغل البيت والطبخ وكل شيء هي بتحتاجه أنا بعمله. بعدين مرتي ما بتعرف تطبخ، أنا اللي بطبخ لها. تمام. مبسوطة هلأ؟ هالبنت هي أغلى شيء، وما بقدر أرفض لها أي طلب بدها إياه. ماشي، منيح. روحوا على المطبخ وبلشوا طبخ، يلا. آرتي خديه على المطبخ ليشوفوا. روحوا. سوارة شو جنيتي انت؟ شو عم يصير؟ لا تضربيني، لا لا، انا هلا رح اضطر دافع عن حالي. شو صار لك؟ ليش هيك جنيتي فجأة؟ بعدي هدول عني، خوفتيني. لك بعدي ايه، هات هي كمان بدي اضربك فيها كمان، يلا هات. انتي بالك شوي سوارة، انتبهي. هلا بنشوف شو رح اعمل. يعني أكيد أنا ما أجيت لحتى تعصبي وتجني علي بهالطريقة، بعدين بكفي مالي مغطي وشي مثلك أنت. بس أنت ليش أجيت؟ ما قلت لك لا تجي؟ يعني مو معناها إذا أنت قلتي لازم رد عليكي. كتير منيح. تعرفي شغلة؟ سانسكار هيك أحسن. متمني لو حط له لزقة على تمه كمان. شو؟ شو قلت؟ انتبهي كتير منيح يا مرتي، إذا كشفونا هلأ برا رح نوقع بمشكلة كبيرة. مو مشكلة. تذكرت شغلة، مين قالك إنه أنا ما بعرف أطبخ يا أستاذ؟ على أساس أنت شيف محترف؟ كان صوتك عبي البيت إذا تأخرت أمك شوي صغيرة لتخلص الطبخة، وهلأ حضرتك جاي تطبخ هون؟ الأكل رح وصي عليه وجيبه من برا، ولهيك ما رح يكون في أي مشكلة، اتفقنا؟ وهلأ قلي لي شو الخطوة الثانية اللي رح نعملها. أنا مو مفكرة بشي. لكن فكري بسرعة، نحن ما لازم نوقف أبداً، لازم نبلش بسرعة، لأنه مبين أنه لاكشي كتير ضايع ولازم بسرعة يوقف هالتمثيلية الغبية هي. لقيتها. ألو راجيني، لا لسه ما بعرف سوارة لوين راحت من الصبح، ما بعرف. عمي رام تحياتي. أنا عن جد كتير خايفة، خلونا نسرع شوي. شو بتحب تقول بخصوص اللي عم يصير؟ بخصوص شو؟ روح. أنا ما رح أعيش من دونه للأكشي. رجالة شو اللعبة الجديدة اللي رح تلعبها راجيني؟ يا بنتي بترجاكي تنزلي. لا عمتي أنا مستحيل أتحرك من هون، إذا ما رجع الأكشي اليوم على البيت أنا رح أضط من هون ورح أنتحر، هذا قراري الأخير. بدي واحد منكم يقول لي شو الهدف من حياتي.
شو شعورك وكنتك؟ رح تنتحر مشان ابنك؟ سؤالك سخيف، شو هالسؤال هاد؟ اسمع، هي مسألة عائلية وانتو ما دخلكم فيها. طلعوا كلكم لبرا هلا. نحن سمعنا انه هي مسألة اجتماعية لهيك اجينا لهون. ليش عم تعملي هيك يا أنسة؟ وشو هدف قرار انتحارك؟ عن جد بدك تعرفي شو السبب؟ لكن اسمعي، إلي أكثر من 6 شهور وأنا عم بنتظر ليرجع زوجي وعم دور عليه بكل مكان وما فقدت الأمل أبداً. ومن أسبوع وأنا عم بتعذب لحالي لأنه خبروني إنه بالمستشفى إنه زوجي خلص مات. وأنا هلأ مجبورة إنه صدق إنه في شخص عم يعيش هون بكل كاتا، وهذا الشخص بيكون زوجي، وبدهم يخلوني صدق بالغصب إنه هذا الشخص مو لاكشي، وعلى أساس إنه عنده بنت. بس لا، أنا مستحيل إنه صدق هذا الحكي. أنا متأكدة إنه هذا لاكشي، وهو لازم يرجع على بيته وحياته وعائلته كمان. بس أنت أكيد رح تكوني مع لاكشي إذا ضليتي عايشة. اسمعيني، بالأول انزلي أنت بنتي ونحن كلنا رح نروح ونجيب لاكشي. أنا بترجاكي يا بنتي إنه تنزلي. ايه راجيني بنتي، انزلي لهون واسمعي كلامنا بنتي. موافقة. بشرط رح اعطيكم ساعة واحدة بس، واذا لاكشي ما رجع معكم خلال هالساعة انا رح انتحر وما رح اتراجع عن قراري ابدا. لازم يجي ويعترف قدامكم كلكم انه هو زوجي، واذا ما قال انه هو لاكشي وأتابع ما عاد في داعي لحياتي أبداً. خلينا نعمل شيء، خلينا نطلع هلأ على البرندة بس من الجهة التانية، ما رح تشوفنا. شو رأيك؟ ماشي. بابا وعمي اسمعوني منيح، شوفوا إذا واحد منكم بيحاول يعمل معي أي شيء، وقتها ما رح انتظر ولا دقيقة، ورح تشوفوني جسد قدامكم وما رح تلحقوا تعملوا شيء، ولهيك ما حدا منكم يفكر يطلع لعندي. لا شي خير، خلص لا تطلع لعندي، أنا خايفة كتير. وعم تشوفوا هلا قدامكم كيف راجيني مهيشواري كانت عم تهدد الكل قدام الصحافة، وإذا ما إجا لاكشي خلال ساعة واحدة بعد هلا، واعترف إنه هو بيكون زوجة، هي رح تنتحر. وطبعا هددت اهلها انه رح تنتحر فورا اذا حدا منهم رح يطلع لعنده ويقرب عليها، وهي اكدت انه ما في غير شخص واحد بيقدر يحميها هو لاكشي، ونحن رح ننطر رح يجي او لا. تابعونا انتو كمان مع اخر الاحداث. شباك مو منتبه قدامك؟ ألو، مرحبا، كل شي صار مثل ما بدك تمام، لا تاكل هم. شكرا كتير، أنا بشكرك من كل قلبي. أهم شي تضلك محلك وتخبرني بكل شي عم يصير. ماشي، لا تاكل هم. هذا الشاب رفيقي وهو صحفي، هو يلي خبر الصحافة عن الموضوع وجابهم كلهم على البيت هلأ، وراجيني طبعا هددت إنه رح تنتحر. معناته لازم نستنى شوي لنشوف لك شي كيف حيتصرف ليحمي راجيني من إنها تنتحر. راجيني ما لازم تفشل. وهلأ رفيقي رح يخبرني بكل شي عم يصير، أهم شي إنه تنجح خطتنا هلأ. عن جد منيح إنك كنت جنبي وقررت تساعدني. رح نستنى لك شي ليعترف. ما رح نقدر نعرف شي لا يطلع لك شي ويحكي قدام الكل إنه هو لك شي زوجة لراجيني. وما بدك تنسي كمان إنه راجيني تضل واقفة بهي الطريقة رح يكون خطر عليها. يلا اطلعوا بسرعة. كنا بدنا نعرف إذا اللي عم تقوله راجيني عن زوجك صح ولا لا. ليش شو عملت راجيني؟ هي عم تهدد الكل إنه رح تنتحر إذا ما رح زوجك على بيتها وعطيته فرصة ساعة بس وبده يعترف إنه هو بيكون لاكشي، وإلا هي رح تنتحر فورا. شو هالحكي السخيف؟ مو حكي سخيف، بس السؤال اللي لازم نعرف جوابه عن جد اللي عم تحكيه راجيني، يعني الأستاذ بيكون لاكشي زوجة؟
ليكي هو بيكون زوجي أبي هيومان خانة وأنا ماني مضطرة أبداً أني أعطيكي إثباتات على هالشي. ليكو قدامك وفيكي تسألي عنه. ما عرفت شو مشكلتك، بس إذا بدنا نحكي بالقانون خلصنا. هي زوجها مات وهاد زوجي. بكفي طفح الكيل. يا حراس يا حراس، احكي لك شي كلمة أستاذ. أرتي طالعي أنت وزوجك هدول العالم من بيتي. مثل ما سمعتوا، تفضلوا، نحنا ما بدنا نحكي شي، وكمان هذا الموضوع كتير سخيف وشخصي. بس عن جد ما لي قدران افهم كيف ممكن شخصين يكونوا هيك بنفس الشكل تماما ويكونوا عايشين حياتين مختلفتين. يا أستاذ إذا ما توضح هلا وقت الكل رح يشك فيه. شو هاد؟ ما حدا إله علاقة. يلا لشوف اطلعوا من بيتي. بابا اللي بدك تروح معهم شي؟ لا بنتي شو هالحكي، أكيد ما رح روح. على شو عم تتطلعوا كلياتكم؟ يلا اطلعوا من بيتي هلا. يلا طيب يلا اطلعوا اطلعوا. يلا 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 خلص، شيل هاي الكاميرا بكفي. يلا لبرا. ما كان لازم نتصرف هيك، راجيني رح تستغل الظرف ورح تكبر القصة كتير. لا تخلي حدا يفوت. معلش إليك يا مدام، لأنك ما جاوبتي على هذا السؤال رح يصير في 100 سؤال وراه. لو أنك عطيتي جواب واضح كنت خلصتي من هاي القصة على الأخير ببساطة. شو قصدك أنت؟ أنا قصدي القصة غريبة شوي. فكري بالموضوع، كيف ممكن يكون في اثنين وفي عندهم نفس الوجه؟ يا أما بيكونوا أخوة أو بيكونوا نفس الشخص أو بيكون في شيء قرابة. وفوق كل هاد يمكن هديك البنت تكون عملت شيء بحالها. شوفوا أنتوا خدم، يا ريت تلتزموا بالحدود ولا تحلل بالموضوع. ايه بس يا مدام القصة مو هيك، القصة انه انا عادتي. روحوا من وشي وانت تعال معي. شو ليش منعتيني؟ لو انه قلت له اكيد كان رح يعمل شي شغله كله منك انت. افكار خلص بترجاك تروق. مالي معصب لروق انا. انا بس متوتر مشان راجيني. وانا كمان خايفه عليها كثير، بس انسكار بعتقد انه قدرنا نوصل لهدفنا هلا، لانه اذا لك شي تصرف هيك ما بيعني انه هو خلص نسي. يعني لسه في عندك امل؟ طالما نحن سوا مع بعضنا مستحيل اني افقد الامل. وانت لازم تكون مثلي. سانسكار في معنى 48 دقيقة وبس. مين بيعرف يمكن لك شي هلا يقرر يظهر حقيقته للكل. وبركي قرار ما يقول. بكل الأحوال راجيني ما رح تنتحر. وانت بتعرف انه هالقصة تمثيلية. اي سوارة لكشي قرر يحكي شي. لا راجيني هو لساته ما حكى شي، بس المهم انتي لا تقلقي. لامتى بده يضل عم يخبي؟ يعني انتي بتعرفي انه مصيره رح يحكي كل شي. تمام انتو هلا معكم بس 40 دقيقة، واذا لكشي ما اجى لهون من هون لوقتها انا رح انبي حالي وانتحر. ست شرميزة روقي وطولي بالك شوي. راجيني اسمعي شوي، أنا كتير حاسة بالذنب لأنه عم نأذي عائلتنا. يعني نحن هلا عم نكذب عليهم بهالطريقة هي. بس بتعرفي شو، نحن مضطرين نعمل هيك. نحن لازم نكون مستعدين نعمل أي شي لنرجع لك شي. أي سوارة خلص برجع بحكيكي بعدين. ماشي. ساجيتي وينو سانسكار؟ سانسكار مع سوارة هلأ حكيته، راحوا مشان يجيبوا لك شي لهون، لازم ينقذونا بأسرع وقت. أنسى راجيني، أنت شو عم تعملي؟ اللي عم تعملي أنت يعتبر جريمة. بعرف
إذا بتفكر تبعت رجالك لهون هلأ. أنا رح أرمي حالي وإنت اللي رح تكون مسؤول عن هذا الشيء. عم تسمعوني منيح شو قلتلكوا ولا لا؟ اوعى حدا فيكن يفكر يطلع لعندي. ايه صح، هاي البنت قديش اعطته المهلة قبل ما تنتحر؟ ها شوف الساعة قديش صارت، ما ضل غير نص ساعة ورح ترمي حالها. غريب معناها هاي البنت قديش بتحبه لحتى ترمي حالها من شانه. معقول تقتل حالها من شان واحد؟ يلا حطوا الأكل وامشوا بسرعة، ما بدي اسمع صوت. بس يعني يا مدام نحن كنا عم نشوف التلفزيون. سكروا التلفزيون. ميشكا بنتي شبك. ميشكا روقي شوي، نام شحبي، بتكون اتضايقت شوي لأنه الأخبار مزعجة كتير. وأنتو خدوا الأكل على غرفتها وخليكن جنبها للبنت لحتى تاكل، هي بتسمع منكن كتير. حبيبتي يا لعبة خبريني، قوليلي ليش رفيقتك زعلانة كل هالقد؟ شو بها لسه ما أكلت مع إنه الأكل كتير طيب وهي بتحبه؟ شو؟ شو قلتي؟ آه إيه صح، أنت معك حق، هي كانت خايفة إنه أبوها يبعد عنا. لا، ما في حدا بالدنيا بيقدر يبعد بابا عني. بس يا روحي في صور كتير لأبوكي مع الست راجيني بغرفتها، أنا كمان استغربت لما سمعت هالشي. لا لا، لأنه بابا رجع لي بعد ما غاب عني وقت طويل، ما بدي إياه يروح. لا لا. شو؟ شو عم تقولي؟ أنتِ شو قصدك بهذا الحكي؟ ما فهمت. مثل ما قلت لك، صار لي 7 سنين مع ماما عايشين لحالنا وبابا مو معنا، يعني بابا يعني بعيد ومو عايش معنا، وهلا رجع بابا لحتى يعيش معنا، وكمان بابا صار يحبني، يعني هو هلأ بيهتم فيي أكتر من الدنيا كلها، وكمان بابا رجع يحب ماما، وهو وعدنا أنه ما عاد رح يروح. يعني أنتي مو شايفة بابا قبل ما يرجع لكم ولا مرة؟ لا، أنا ما شفت بابا غير لما رجع يعيش معنا، لأنه ماما وبابا قالوا لي أنه هني كانوا منفصلين عن بعضهم، حتى ما قالن ولا صورة هني مع بعضهم. طيب مزبوط. طب حبيبتي انت بتعرفي ليش ابوكي وامك ما كانوا عايشين مع بعضهم؟ يعني ليش لحتى هلا رجعوا يعيشوا سوا؟ شو تغير؟ لانه يعني هيك من كم يوم، لا لا قصدي من كم شهر، بابا ارتي انت صار فيك تروحي من هون هلا. بس انتو ليش سكتوا لما اجيت؟ شوفي
لا ما في شيء، بس كنت يعني أنا وياها عم ندردش مع بعضنا وأخذنا الحديث. يعني بدي قلك أنت روحي هلا وأنا بضل عندها، لأنه أنا رح طعميها بعدين بروح بس خلص. لا ما في داعي، أنا بطعميها، أنت روحي. ايه مثل ما بدك. كتير منيح يعني هلأ صرت متأكدة 100% انه البنت اول مرة بتشوف ابوها، وبظن انه هي رح تساعدنا كتير لحتى نحل هاللغز هاد. بس كيف؟ شو لازم أعمل؟ يعني نحن شو فينا نعمل؟ مبين إنه هي البنت خلاص جنت، مو هيك أستاذ؟ لكن في حدا عائل بيعطي الشرطة مهلة قبل ما يفكر ينتحر؟ شو بدنا فيها؟ خلاص المهم أنت انسى الموضوع. شو صار هلأ؟ على علمي كنت متعاطف معها كتير بالأول. إيه مزبوط، أنا بالبداية كنت متعاطف معها بس بعدين فكرت واكتشفت انه هي بنت مجنونه ما في براسها ذره عقل وحده. عن جد هيك البنت رح تقتل حالها وما حدا رح يرد عليها ابدا، بالنهايه هي اللي رح تخسر. هي مفكره حالها يا حرام عم تعمل حركه ذكيه. يعني استاذ القرار قرارك انت وحدك، يعني اذا هي عن جد خسرت حياتها شو ذنبك انت؟ يعني استاذ انت ما عليك اي ذنب بنوب. خلاص لو سمحت ما عاد بدي اسمع ولا كلمه بخصوص هذا الموضوع. عم يصير مع لاكشي؟ معقول ماله مهتم؟ سنسكارو لسه معنا 25 دقيقة وأنا متأكدة إنه لاكشي رح يتحرك ويعمل شي فيها. راجيني بنتي بترجاكي حاج تعملي هيك فينا، بكفي تحرقيلي قلبي. لاكشي لساته بمكانه، صار رايح 5 دقايق. احكي مع راجيني هلا وقولي لها تنزل، هيك افضل إلها، مو طالع بايدنا شي. لاكشي، لاكشي رح يجي. لا راجيني هو لساته هون. لسه في معنا وقت. راجيني لو سمحت انزلي هلأ.
يعني هلا؟ ما رح يرجع؟ لا لا راجيني، يمكن هلا عنده شوية مشاكل، بس بعدين هو بعدين ما رح يتغير شي سوى إذا كان عايش أو ميت. لا راجيني شو عم تقولي؟ نحن رح نضل نحاول و أكيد رح نلاقي حل، بس أنت طولي بالك شوي ماشي؟ أنا رح أروح موت عن جد سوارة، إذا ما رجعني لك شي أنا ما عاد في شي بالدنيا كلها يهمني. أنا لازم لاقي حل، أنا بدي أخلص لأني تعبت كتير. راجيني بكرة منلاقي حل تاني غير هاد، بترجعك خليكي قوية. إذا عشت أو متت أنت مو فرقان معك وجودي أساساً لك شي، معناها ما عاد في فرق. ما كنت متوقع أبداً ركشي ما يروح لهنيك، أنا كتير زعلانة على راجيني. خلاص ما عاد أقدر أكثر من هيك، اللي يتحمل. عم كذب على حالي، أنا لازم أعرف إنه الأمل مجرد كذبة. رح أوعى، رح أوعى حالي وما عاد رح كذب أكثر. أنا خسرته خلاص. أنا بعرف إنه لاكشي خلص ما عاد رح يرجع لي مرة تانية، أنا بعرف، بس رح يضلوا بقلبي على طول وبذكرياتي كمان. أنا بحبك كتير لاكشي. نحن هلا عم نستنى لنشوف لاكشي ما هي شوي رح يجي لهون ولا لا؟ يا ترى راجيني ما هي شوارع رح تنتحر؟ أكيد ما بنتمنى يصير هذا الشيء. نحن لازم ننهي التقرير هلا. راجيني بنتي، بترجاكي بنتي، حاجة تعملي فينا هيك؟ خلاص انزلي بقى. ليش هيك عم تعملي بنتي؟ ليش هيك اللي؟ معقول ما فكرتي شو رح يصير فينا؟ لاكشي ما اجا صح، شايفين كيف؟ خلص لاكشي ما عاد يحبني. راجيني بجوز هاد مانو لاكشي، هاد ابهي مانو. يعني نحنا لازم نقتنع خلاص انه هي الحقيقة، هاد مو لاكشي. لا هذا لاكشي نيكي، انا بعرف لاكشي كتير منيح وهذا هو. بنتي سوارة وينها لهلأ؟ صار لي وقت طويل عم جرب حكيها،
بس هي وسنسكار مبين وينهم ابدا. راجيني اكيد انت بتعرفي وين سوارة هلا مو هيك؟ بنتي وينك لهلا؟ راجيني تعالي شوفي اختك، احكي معها انت، قولي لها ما عاد تعمل هيك. سنسكار انت كمان وينك لهلا؟ وليش ما عم ترد علينا لما ندق لك؟ ليش عملتي هيك؟ يمكن هاي الكهرباء انقطعت. جاي معك. أنا رح أروح هلا، ارتاحي أنت راجيني. وين الشموع؟ يمكن الشموع بالمطبخ بنتي. يلا أنا رح أقوم جيبهم مشان نضويهم هلا. ست شرميزة أنا رح روح معك ساعدك لنحضر الأكل. يلا أنت شو صار لك؟ لك رحنا مو متفقين تعملي هيك بس تمثيلية راجيني؟ شو صار؟ سوارة لكشي مو مو ما تم إذا متت خلص أنا ما عادت فرقانة معه. راجيني هي التمثيلية كانت تجربة بالنسبة لنا، يعني تخيلي لو صار لك شيء. سوارة أنا مو متقبلة الشيء اللي عم بيصير معنا أبدا. وبعد راجيني أنا متأكدة إنه كل شيء رح ينحل، أنا وسانسكار رح نقدر نحل كل شيء ونحن هنيك. صحيح إنه الموضوع خطير كتير بس هالشي كتير حيفيدنا لبعدين. أنا بعرف إنه الموضوع مو سهل عليكي. بعتذر، أنا بعرف إني عم سبب لك مشاكل أكبر من طاقتك بس زوار أنا مو قادرة أعيش بدون لكشي، وهو مو فارقة معه حياتي أبدا، إذا متت ولا عشت ما بهم. لا راجيني مو هيك القصة. شوفي كل ما كان القمر مختفي بهاي الطريقة والغيوم خافية عنا كل شي، كمان بحس انه الأمل عم بيضيع. أنا ما عاد عندي أمل سوارة. لا راجيني لا عاد تقولي هيك، أنا رح روح جيب الشموع وإجي. شو صار لحتى ما عادت أفرق معك لكشي هيك تتخلى عني بهالسهولة؟ Thank you.
سوارة، لاكشي كان هون، هو اجا لهون، انا شفته. ماما لاكشي كان هون، هو اجا لهون ليطمن علي. انا متأكدة ماما. بنتي انتي شو عم تقولي؟ لاكشي كان هون. أكيد راجيني عم تتخيل، ما في هون حدا بالمرة. ما لقيت حدا. راجيني مو معقول يكون. أنا مو مجنونة سوارة. لاكشي كان هون، هو كان واقف هون وعم يطلع فيي أنا. وينك انت؟ انت هون؟ ها؟ عم قلك وينك؟ رد علي. لك وين صرت؟ شو عم بيصير هلا؟ شو عم تعمل هون بهالوقت هذا؟ قلي هلا، شو هو هالشي الخطير كتير اللي خلاك تجي لهون؟ وينو لاكشي هلا؟ هو هلا بغرفة ميشكا، عم ينيمها. عن جد؟ لاكشي مانو هون. روحي، تأكدي. شو لقيتي هلا؟ لاكشي مانو ببيته. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.